أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا مات المرابي أو تاب المرابي من الربا، فماذا يفعل بالأموال الزائدة عن الأصل؟ افعل بالأموال إن كانت عند الناس يتركها، كانت في ذمم المدينين يتركها ولا يسحبها منهم، ويأخذ رأس ماله فقط، كما قال الله: وإن تبتم، قال الله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إن كان قبضها وأخذها وتاب إلى الله منها، فإنه يتخلص منها بأن يضعها في مشروع عام ينتفع منه الناس، ما هم من باب الصدقة، وإنما من باب التخلص منها. والمال الذي ليس له مالك يوضع في المصالح العامة، وهذا مال ليس له مالك فيوضع في المصالح العامة، نعم، ويتخلص منه، نعم.